تم القبض على مجموعة من قطاع الطرق من قبل قوات الدفاع والأمن بإقليم سلا وعرضهم على مختلف وسائل الإعلام. كان ذلك بحضور حاكم الإقليم موسى هارون ترجو وعدد من المسؤولين الإداريين والعسكريين بالمنطقة. هنا حسن سكايا. بهدف الحد من العمليات التي تهدد الأمن ومكافحة الممارسات غير الأخلاقية في أوساط المجتمع، فقد ألقي القبض على مجموعة من قطاع الطرق بإقليم سيلا، حيث قام حاكم إقليم سيلا موسى هارون ترجو وبرفقة عناصر من قوات الأمن والدفاع بدوريات وعمليات تمشيط للقضاء على هذه الظاهرة، وذلك بالقبض على هؤلاء المتهمين الذين يستخدمون هذه الأسلحة النارية. أما أفراد مجموعة قطاع الطرق تم تحديد موقعهم في ضواحي مدينة قزبيدة بإقليم سيلا، حيث هاجمتهم قوات الأمن والدفاع مع هذه المجموعة. وفي هذا الإطار أشاد حاكم إقليم سيلا موسى هارون ترجو بالدور الفاعل الذي تلعبه هذه القوات في حفظ الأمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم. لكن كثير لأن انت شعب بس بكر انت جاي حاكم مثل بيجيبنا هذا دبا وزادك بلا وزاد بلا وانتو اصلوا الله سبحانه وتعالى عشان يجيبوا لكم حاكم عدل حاكم هوانا ما يمو وشكرا انا نشكر الشعب الهراء دارسنا كله نشكركم كثير دائما ابدا بادي ستونين عمل حقنا انجازات سوينا في البلد ده انت تعرفوا الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ده عندنا دارين ولا دارين فلوس ولا دارين كبرياء في كلمته بهذه المناسبة مدعي محكمة قزبيدة منظر شاذلي قدم نداء لكل المواطنين الوقوف مع رجال الأمن من أجل السلام وخاصة في مجال المعلومات، ومن ناحية أكد بأن هؤلاء المتهمين سيقدمون إلى المحكمة ليأخذ القضاء مجراه، وفي نفس الوقت حذر كل من يحاول زعزعة أمن واستقرار المواطنين. بهذا الخبر نصل وإياكم مشاهدين الكرام إلى نهاية العرض الإخباري لهذه الليلة. تقبلوا تحياتي مقرونة بتحايا فريق العمل.